Yeah, درب الراب مش عجل الباز من بكري وانا نشفى وش قال الشيخ ابن الباز الايمان كل باز قادر يرشى ولا يقدام والفتنة اللي بين الناس اشد من القتل والقتال كنت نسمع اقوال من شكسبير الابن رشد وسمع الديكاسات من بيتر توش للسيد كشك ده المعشت شفت وكشفت قبل سن الرشد باللي الشعب في بلادنا مش وسواسيا كي اسنان المشط هشت عاتيكا رحت جبت الراب وحاولت هاد الهضرات لصواريخ من نوع قراد قلت لهم عدة مرات اجمع عاني مشني مطرب اني عبد مقدم عد بكتب كلمة جبهم من يترب كان عندي ديما نفس المطلب نصحت ونهيد لي يتكبر فكرت واصلك من ماء مهين من بهيم يبقى بهيم ولو جيب له البراهين ولو جيب له معجزات موسى عيسى وابراهيم شكون يفهمني شكون يتهمني كون مهمني انا شي ما يهمني خبر بس الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني شكون يتهمني كون مهمني انا شي ما يهمني خبر بس الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني الاسلام هو الصراط مصاري سي نورمال ما يرضى عليا للصهيوني للنصراني كل ما مشكلة تصرالي نستغفر بصورة ياسين خاطيني الفودكا والويسكي تاع بوريس يالسين راني ام سي وديما بالقيم مقيد ماني تاقي نقي وماني فاقيه كي ابن القيم في العلم قليل من قلبي روعة يقين باللي كل راح نلاقي وطريق كاتش ولا الشبع عقيل وقيل قريت الاف من الاسطر بزاف نصوص درستهم من واتسون الابن رستم اسمع مهما وين تسكن من سوسة حتى البسطن اللي يسهر يسكر ويصل يتصدع كيف فتني وسطن اصبر يا انسان على الاحسان بقتال تبع شاعر الرسول الشيخ حسان ابن تابت كل ما تشوف العباد تكال بدو يسبوك المغرورين تفكر علي عمر عثمان كي ماتوا مغدورين شكون يفهمني شكون يفهمني كون مهمني انا يا شي ما يهمني خبر بس الدنيا خير ربي فاجعه همي قولوا لي شكون يفهمني شكون يفهمني ما يهمني خبر بس الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي كلامك قدر يكون مزمار شيطان لدود ولا يكون مزمار من مزامير آلي داود يعني كل ما هو صلب مش ضروري انه حديد وكل ما هو الصوت مش ضروري له حديد هدايا وش حبيت ضد الحقرة انتفاضة رحت فلكتها في بعضها جبت جمل فايدة في الفاظها وليت لهم شي كبار فارة ظلم اللي نرفانا فانا جبتها كي شنفارة بالله راجت علي نيرفانا فارة 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 وعلى نحب نحكي على الاسلام بعلت فلسف وغلاسان باللي فريسان تاع 50 سنت فهمني يا انسان ماني امام ماني مغني ماني ميلانج بين توباك جمال الدين الافغاني يعني يا الغبي انا كيف ادم من التربه انا هو الايه 102 من سوره التوبه انسان حياته خلطها عمل سيء وعمل صالح عسى ربي يغفر لي خطاك غير هو اللي سامح شكون يفهمني شكون يتهمني كون مهمني انا يا شي ما يهمني خطر بس الدنيا خير ربي فاجعه همي قولوا لي شكون يفهمني شكون يتهمني ما يهمني خبر